شكرا دولة الرئيس. أنا محمد إبراهيم من جريدة الدستور. كنت هستغل يا فندم الموقف اللي حصل في أسوان، والناس يعني أنا واحد من ضمن الناس جات له رسالة بتقول إنه اختلطت مياه الشرب مياه الصرف، وأنا كمتابع بعرف كويس جدا إنه في التنفيذ خطوط مياه الصرف بتكون أوطى بكتير من خطوط المياه، فهو امر صعب جدا. انا على المستوى الشخصي عارف لكن المواطنين مش عارفين، فكنت استاذن سيادتك لو توضح الامر. كمان نستغل الموقف في انه الدوله المصريه انفقت مئات المليارات منذ 2012 او 13، وسيادتك كنت على راس هذا الملف في توفير مياه الشرب للمصريين. كنا قبل او 2011 كان في ثوره جاريه، كان الموضوع ده انتهى تماما، كان في مشاكل، ما كانش في تغطيه مياه الصرف الصحي في القرى. احنا بنستهدف، وطبعا احنا يعني كدوله مصريه قطع شوط كبير جدا. كنت استاذن سيادتك لو توضح للساده المواطنين كم انفقت الدوله على مياه الشرب والصرف الصحي من 2012 حتى اليوم، ارقام عمرها ما حصلت في تاريخ مصر. شكرا يا فندم. اسمحوا لي ان انا يعني نتكلم في هذا الملف مره اخرى، واكد ان يعني الحمد لله منظومه مياه الشرب اللي موجوده في مصر الحمد لله على اعلى قدر من المامونيه والسلامه. احنا عندنا عشان حضراتكم تبقوا عارفين 3050 محطة مياه شرب على مستوى الجمهورية. النهاردة مصر نقدر نقول نسبة تغطية مياه الشرب 99%. 99% يعني 99% لديهم شبكات ووصلات للمياه الشرب في منازلهم. طب الباقي ده بيبقى ايه؟ معلش انا هقول مناطق متطرفة بعيدة جدا، مناطق غير مخططة وعشوائية، اتبنت بيوت بعيدة، فبيضطروا احيانا ان هم يلجأوا ان هم يعمل زي ما بيقولوا البير او المكنه اللي بيطلعها عشان يطلع ميه. لكن 99% من جمهوريه مصر العربيه واصل لها شبكه مامونه تماما من مياه الشرب. المحطات دي كلها بيتعمل عليها على طول يعني رقابه ومتابعه، وبنشوف كل الاجراءات اللي بتحصل عليها. فدي اللي أنا حابب إن أنا أأكد عليها. شبكة الصرف الصحي هي شبكة منفصلة تماما عن شبكة مياه الشرب، دي شبكة ودي شبكة. وأذكر حضراتكم يعني في 2014 كان نسبة تغطية القرى في مصر لا تزيد عن 10-12%، 10-12%. النهاردة إحنا تجاوزنا 65%، والباقي ان شاء الله ان شاء الله مع نهايه حياه كريمه هنكون نجحنا ان احنا كل الريف المصري يكون وصل له خدمه الصرف الصحي. فبالتالي احنا خدنا طريق كبير، والطريق مش سهل ان احنا نخلصه في فتره قصيره، ولكن اللي حصل ده كله في فتره اقل من 10 سنوات بكل المقاييس هو انجاز كبير جدا 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 للدوله المصريه في مطلب شعبي كان كل المواطنين في كل حته كنا بنروحها في زياراتنا كله بيقول انا عايز خدمه صرف الصحي. وما زال ال 35% ودول ليسوا بعدد قليل بيطالبوا هم كمان من حقهم ان هذه الخدمه تدخل ليهم. فبالتالي ممكن يبقى المشاكل اللي بتحصل زي ما حضراتكم تابعتوا نتيجه لان بعض القرى ممكن لسه ما فيهاش خدمة الصرف الصحي وبيحصل فيها مشكلة نتيجة لذلك. ولكن النهاردة أسوان نفسها النهاردة لما حضراتكم تشوفوا الحمد لله مستوى تغطية خدمة الصرف الصحي اللي وصلت ليها أكتر من 100 قرية. فالنهاردة إحنا بنتكلم على كل المتبقي فيها عدد محدود بإذن الله مع نهاية قبل نهاية المرحلة الثانية من حياة كريمة هتكون انتهت بالكامل. وده نموذج لكل اللي بيتم على مستوى الدولة. فالحتة دي بالذات أنا حابب أن أنا دايما أتكلم عليها وأؤكد يعني هذا الموضوع بتراقب عليه 3 وزارات وجهات مختلفة، موضوع جودة المية، وزارة الصحة، وزارة الري، ووزارة الإسكان طبعا كأنها مسؤولة عن المحطات. لكن الكل بيراقب وكل واحد ليه دور وكل واحد بياخد عينات وكل واحد بيطلع نتائج وبنشوفها وبنتابعها في هذا الشأن. فأنا حبيت بس عشان الأمور تبقى واضحة لينا كلنا وحجم الـ يعني محاولات التشكيك اللي بتحصل للحجم اللي الدولة عملته في هذا الأمور لازم كلنا نبقى واخدينه في عيوننا واعتبارنا، لأن لن تتوقف حملات التشكيك والمحاولة إن يعني إثارة إن الدولة يعني متقاعسة أو الدولة متأخرة، وده مش صحيح. وإحنا بنحاول بقدر إمكاننا، وحضراتكم أكيد وتابعته وحضرتك بنفسك قلت
اذا بنبص على الارقام حجم التغطيه كانت قد ايه وحجم النهارده اللي احنا وصلنا له في فتره 10 سنين مقابل ما كان يعني موجود في الدوله كلها من قبل 2014 كان قد ايه. وده يبرر ان احنا ما زلنا بنقول ما زال قدامنا في موضوع الصرف الصحي شوط لازم نخلصه ولازم نستثمر فيه ولازم نصرف عليه عشان ان شاء الله نحقق الحلم باكتمال توصيل الخدمه بالكامل لكل مواطنين مصر باذن الله. اتفضلي. حضرتك اشرت بالاشاده بالمؤتمر الصحفي اللي بيتعمل كل اسبوع، ده لان هو فيه نوع من الشفافيه والمصداقيه، فلو حضرتك تسمح لي انا عندي سؤالين. الجزء الاول متعلق بالحضرتك قلته، فانا هحط نفسي مكان المواطن اللي بيوجه لحضرتك رساله ان حواليه دلوقتي حاجات كتيره جدا، في زيادات في الاسعار وحاجات ملفات كتيره، فلو حضرتك توجه له رساله، لان مع الكلام اللي بتطلع كتير من الشائعات بيكون في نوع من الكلام المغلوط البلبلة. الحاجة الثانية أو السؤال الثاني هو توجيه سيادة الرئيس خاصة على وجه الخصوص وزير الشباب والرياضة بأن يكون في تقييم لأداء الفرق الرياضية والاتحادات الرياضية، فرؤية الحكومة في هذا الملف وإزاي نقدر نستغل الجزء الرياضي في الترويج للمنتج السياحي الرياضي. شكرا لحضرتك. خليني تاني هأكد لحضرتك، ويمكن حضرتك بتطلبي ان انا اوجه رسالة للمواطن، وانا هتكلم هنا كمواطن مصري برضو، ان يعني الظروف اللي احنا كلنا اكيد كلنا شايفين اللي بيحصل حوالينا عامل ازاي، ويعني ارجو من حضراتكم يبقى ده دورنا ان احنا نقول للناس حجم التحدي الرهيب اللي النهاردة شايفينه في المنطقة وفي كل حتة في العالم. مفيش النهاردة بؤرة النهاردة في العالم إلا وبتعاني من مشاكل، ومشاكل حادة وغير مسبوقة. يعني أنا حابب أن أنا أوضح هذه النقطة. وبالتالي التحدي الأكبر النهاردة لأي حكومة هو كيفية الحفاظ على استقرار وأمان الدولة اللي هي مسؤولة عنها، وكيفية تأمين الاحتياجات الأساسية لمواطنيها بأقصى قدر ممكن من الجهد وبأقل قدر من يعني أنا عايز أقول المعاناة للمواطن. ولكن بالتأكيد الموضوع كل العالم النهاردة بيعاني، وكل الدول على حسب مستوياتها في مشكلة وفي تحدي. حتى الدول الغنية في عندهم تحديات كبيرة جدا 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 النهاردة عند المواطن اللي عندهم. وبالتالي الموضوع مختلف من دولة إلى أخرى على حسب حجم الدولة وظروفها وكل الكلام ده. وبالتالي إحنا كفي مصر هنا كل حرص الحكومة، وتاني أنا بقولها بالتأكيد أنا مش سعيد إن إحنا يعني يحصل الزيادات اللي ممكن بتحصل في الأسعار، ولكن أنا شرحتها أكتر من مرة على حجم الأعباء اللي الدولة بتشيلها، وبنحاول بقدر الإمكان نضمن استدامة وقدرة الدولة على تحمل هذه الأعباء، ولكن في الإطار اللي إحنا نقدر نستوعبه ونتحمله. وبالتالي لما بيحصل تمرير لبعض الزيادات أو جزء من الزيادات على المواطن بالتأكيد إحنا ما بنبقاش سعداء بهذا الموضوع، ولكن ما عندناش بيبقى خيارات أو بدائل غير إن إحنا نتحرك علشان نضمن استدامة تقديم الخدمات. وتاني إن أنا بقول لحضراتكم لما خدنا قرار إن إحنا ما نقطعش كهربا تاني، إحنا بنتكلم على أرقام كبيرة جدا جدا جدا، لازم حضراتكم نبقى، وأنا قلتها قبل كده، إحنا بنتكلم في متوسط من 300 ل 350 مليون دولار شهريا في ضوء الزيادات اللي بتحصل في الكهرباء نتيجة لنمو الدولة ونمو واحتياجات وبقت طبيعة الاستهلاك بهذا الشكل. ده رقم مش قليل، السنة الجاية هيزيد لأن احنا توقعاتنا ان هتزيد الاستهلاكات. فقدراتنا النهاردة ان احنا بنعمل هذا الكلام بنحاول بقدر الإمكان زي ما وردت حضراتكم وزي ما عرضت حضراتكم يدوبك جزء صغير من الدعم ده نحاول يعني مضطرين نحمله للمواطن، ولكن الجزء الثاني ما زال الدولة هي اللي بتتحمله. كل ده في ظروف حضراتكم شايفين حوالينا الدنيا عاملة ازاي، وبالتالي كل يوم ممكن شيء يؤثر على الأزمة كلها. يعني كل ده وإحنا النهاردة بنتحسب وإحنا بنقول يا رب ما زال سعر البترول زي ما هو ومستقر، لكن النهاردة المنطقة معروف إن المنطقة دي من أهم المناطق على مستوى العالم في إنتاجية الزيت والبترول، فلو لا قدر الله طب لو حصلت فعلا حاجة شاملة وأكبر
وابتدى يحصل تأثير على المنتجات البترولية، ممكن يبقى شكل الموضوع عامل ازاي، كل ده احنا بنتحسب اليه. ويمكن انا اتكلمت في هذا الموضوع لما خدنا اجراء لتحوط، والدولة عملت تحوط لحجم من المنتجات البترولية عشان نأمن لو لا قدر الله حصلت زيادات نبقى احنا عاملين نوع من التحوط لهذا الموضوع، وما نحملش الدولة ولا المواطن بعد كده زيادات واعباء اضافية. فبالتالي كل اللي بطلبه في رسالتي للمواطن انه في المرحلة دي الصعبة نرجو ان احنا يعني لما بتجينا اخبار والسوشيال ميديا كل يوم فيها مش عايزة ابالغ مئات الاخبار، يبقى بس بنفكر ونقعد كده يعني نقرأ هذه الأخبار ونشوف ونستوعب هل الخبر ده فعلا منطقي، هل هو معقول، هل هو المقصود به يعني بلبلة ولا هو خبر حقيقي. لأن الكلام ده كله لما بنقعد بقى يعني بنجري وراء الأخبار دي وتبدأ تتشاير وتتحول إلى حاجات كبيرة جدا، بنبدأ إحنا كمان كدولة نبدأ بقى نشوف هنرد عليها إزاي ونتعامل معها إزاي. فهتبقى يعني أنا آسف صراع إلى ما لا نهاية لمجرد إن أنا بحاول أرد على شائعات وأكاذيب. المواطن لازم يبقى واثق في هذه المرحلة إن إحنا بنبذل قصارى جهدنا عشان نتعامل مع الأزمات اللي كل يوم زي ما بقول لحضراتكم بيزداد فوقيها حاجة جديدة وأعباء جديدة على الدولة المصرية والتحديات. وأرجو إن إحنا كلنا نتوقف عند نقطة مهمة جدا، طب هو كل اللي بيحصل ده وكل الضغوط اللي بتحصل دي الدولة المصرية فين؟ وما هو المستهدف؟ وكل اللي احنا عايزين نوصل له الدولة المصرية نحافظ عليها وعلى أمانها واستقرارها وثباتها وقدرتها إن شاء الله إنها تعدي، وربنا دايما بيبقى واقف معانا في هذا الشأن. الموضوع الخاص بالاتحادات الرياضية، ويمكن زي ما حضراتكم تتذكروا بعد نتائج الأولمبياد واللي احنا كنا كلنا بنأمل إن يبقى فيه تحقيق لنتائج أفضل، كان في توجيه من السيد الرئيس بأن يتعمل لجنة، واللجنة دي تنظر في عمل تقرير. بالفعل اتعمل التقرير المبدئي، وبناء عليها كان هناك توجيه من سيادة الرئيس لمراجعة كل الاتحادات الرياضية اللي كانت الحقيقة حاطة تارجتس واضحة ولم تحققها، بحيث ان ازاي ان احنا ناخد اجراءات تنفيذية فورية للتعامل مع الخطط اللي كانت موجودة، وازاي ان احنا يعني نستفيد من الدروس اللي حصلت ويبقى قدامنا خطة تنفيذية واضحة من خلال هذه الاتحادات بعد كده فيما يخص البطولات والأولمبيات القادمة، عشان يبقى الأمور واضحة بالنسبة لنا. وفي نفس الوقت التوجيه لمحاسبة المقصرين اللي يعني تبين ان مثلا لو كان في هناك أخطاء يبقى بيتاخد ضدها الإجراءات على طول، وكل دي كخطوات احنا هناخدها في خلال الفترة الجاية. اتفضلي حضرتك وبعديها انتوا الاثنين جنب بعض. طيب هو الموضوع ده طبعا مش المفروض ان احنا نتكلم فيه بوضوح لان ده امن قومي، ولكن طبعا احنا كنا الحقيقة المجلس كان شغله الشاغل في هذا الاجتماع ان طبعا بنتدارس اللي حصل في لبنان، وحضراتكم اكيد تابعتوا اللي حصل فيما يخص الاختراقات اللي كانت موجودة، ونعرف بالظبط ايه اللي حصل بالظبط، بحيث ان احنا كدولة برضو يبقى عندنا دروس مستفادة، وإن إحنا نأمن الدولة المصرية إلى أقصى قدر ممكن في بحيث تكون إن شاء الله قادرة على التعامل على هذه النوعية من الهجمات. هو ده اللي أقدر أقوله كعنوان عام، لأن طبعا التفاصيل الفنية والشغل الفني ده موضوع ما نقدرش إن إحنا نتكلم فيه، ولكن طبعا هذا الموضوع بقى النهاردة جزء من الحروب اللي بتشن على مستوى العالم. وعايز برضو حضراتكم أذكر حضراتكم أعتى الدول تقدما وتكنولوجيا برضو هي كمان مش مؤمنة بنسبة 100% من الاستهداف من هذه النوعية من الهجمات. وأكيد حضراتكم عرف يعني كنا بنتابع على مدار الفترة اللي فاتت بعض الهجمات اللي حصلت في مناطق معينة، وأذكر حضراتكم لما حصل شلل في مطارات
يعني معينة، وحضركم تتذكروا بالضبط اللي حصل في هذا الموضوع. فالدنيا يعني هذه النوعية من الحروب بقت حروب قوية جدا، وبتؤثر وبتؤدي إلى شلل في أجهزة الدول بصورة كبيرة جدا. احنا طبعا كان امبارح المجلس كل شغله ايه اللي حصل، ازاي ان احنا نتعلم من هذا الموضوع، وازاي يعني نضرب عن مصر هذه النوعية من الأخطار في خلال الفترة القادمة بإذن الله. اتفضل. دولة رئيس الوزراء يعني وثيقة سياسة ملكية الدولة، حابين نعرف من حضرتك موقف تنفيذها حاليا. والحكومة كان أعلنت من فترة على التخارج من بعض القطاعات، هل هذه القطاعات أو هل هذا الأمر الحكومة جادة في التخارج من بعض القطاعات التي أعلنت عنها؟ شكرا. طيب تاني بنأكد، لأن هذا السؤال حضراتكم سألتوه يمكن في المؤتمرات السابقة، الدولة جادة كل الجدية في هذا الموضوع. ولكن أذكر حضراتكم، مش معنى أن أنا بعلن هذا الموضوع وأجد أن الظروف غير ملائمة أو العروض اللي قدمت لي لبعض الأصول مش مناسبة وأروح قابلها، لأن الهدف من الموضوع هو تعظيم الاستفادة من أصول الدولة. وبالتالي لما بيبقى أحيانا بنعلن عن بعض الأصول ونكتشف أن العروض اللي قدمت ليها ليست على المستوى المأمول، أعتقد مش مقبول لينا كلنا إن إحنا نكمل فيها. لكن في نفس الوقت أذكر حضراتكم، كان في يعني حصل استحواذ على شركة منذ أسبوعين، البنك المركزي أعلن إنه حيتم طرح المصرف المتحد في البورصة في خلال الفترة القادمة، وبالتالي ده جزء كان من المستهدفات اللي كانت موجودة. ولكن كان جايز التصور في الأول ان احنا هنطرحه المستثمر استراتيجي، نتيجة لان العروض اللي وجدت او قدمت الينا ما كانتش غير مناسبة، كان التوجه ان احنا نطرحه في البورصة كطرح عام، وبالتالي يدخل المصريين نفسهم في اطار الطرح العام. هو دي التكتيكات والاليات اللي احنا بنشوفها وبنتعامل معها مع الاصول. ولكن تاني بأكد، الدولة المصرية حط نفسها نفس المستهدف بنتحرك فيه بمنتهى القوة، ولكن في نفس الوقت الظروف اللي احنا بنشوفها بتخلينا النهاردة احيانا نتمهل او نعدل او نغير حتى الاصول اللي احنا بنطرحها في هذا الشأن. اخر سؤال ناخده من حضراتكم، تفضل. دولة رئيس الوزراء، حضرتك كنت اعلنت ان الحكومة حددت حوالي 5 مناطق سيتم طرحها لتنميتها وتطويرها على ساحل البحر الأحمر، منها طبعا على غرار ما تم في صفقة رأس الحكمة. هل هناك صفقة يعني أقرب إلى التنفيذ؟ ممكن حضرتك تدينا تفاصيلها، وإذا كان في أرقام ممكن على الاستثمار فيها؟ بص يا فندم، بالتأكيد لو في صفقة مش هنعلن عنها إلا لما إن شاء الله تكتمل زي ما خرجنا بصفقة رأس الحكمة. ولكن اللي أنا بقوله لحضراتكم، إحنا دولة كدولة في إطار التخطيط لعملية التنمية وتوسيع الاستثمار السياحي وإنشاء كيانات كبيرة، يعني بنتكلم على مدن، فعلا انتخبنا 5 مناطق على امتداد ساحل البحر الأحمر، والنهاردة الحقيقة بنجهزها لعمليات الطرح بالفعل في هذا الموضوع. في طلبات قدمت بالفعل، في عدد من الطلبات اللي قدمت، ولكن إحنا ما بناخدش الموضوع بجدية غير لما بنبدأ ندخل في التفاوض وينتهي الأمور، وبنيجي نعرضها على حضراتكم في هذا الشأن. وبالتالي تأكدوا أول ما هيبقى إن شاء الله هناك شيء هيبقى قادرين إن احنا نعلن عنه، هنعلن عنه في القريب العاجل إن شاء الله. تفضل آخر سؤال. سيادة رئيس الوزراء، يعني كانت خطوة مهمة جدا من البنك المركزي انه ياخد الاجراءات فيما يتعلق بعملية طرح المصرف المتحد. لكن خلال الايام القليلة الماضية، اكيد وانا عارف ان حضرتك بتتابع يعني اونلاين سواء المواقع الاخبارية او حتى السوشيال ميديا، كان في حديث عن بيع حصة مصر في فودافون، الشركة المصرية للاتصالات في فودافون، دي واحد. هناك عروض مقدمة لإيجاز اللي هي الشركة القابضة للغازات، يعني عروض إماراتية وسعودية، هل ده ممكن يتنفذ فعلا؟ لأن دي استثمارات كبيرة، يعني من الممكن ان هي تبقى FDI حاجة كبيرة، يعني لا تقل
عن الشرقية للدخان لا تقل عن رأس الحكمة. شكرا. مرة أخرى يا فندم، يعني أنا عايز أأكد لحضراتكم، إحنا بنطرح مجموعة كبيرة جدا من الأصول، بننتخب الوقت المناسب ليها وبناء عليها بنتحرك ونعلن عن هذا الأمر. أحيانا ليس من المناسب على الإطلاق أن أنا أقول أنا ناوي أطرح الشركة الفلانية، وبالذات الشركات اللي بتبقى في البورصة، فما ينفعش أن إحنا نطلع ونقول أن إحنا حاليا في عروض وفي حاجة متقدمنا في بعض الشركات. مرة أخرى، عندما يكون هناك جدية حقيقية إحنا بنطلع وبنعلن عن هذه النوعية من الصفقات، ولازم نبقى كلنا حريصين إحنا نفسنا، وده جزء من الوعي لينا كلنا. أحيانا بيبقى مقصود من هذه التسريبات في بعض الأحيان معلش الإضرار ببعض الأصول بتاعت الدولة. أنا بأكد لحضراتكم هذا الكلام، بيبقى أحيانا بيبقى مقصود بهذا الموضوع، وبالتالي لازم إحنا كمان تاني مرة أخرى نبقى واخدين بالنا وإحنا عمالين نتداول هذه النوعية، نفكر ولو للحظة هل الكلام ده ممكن يؤثر بصورة ضارة على الدولة ولا لا. فده اللي أنا بطلبه مرة أخرى مننا كلنا، إن إحنا نبقى واخدين بالنا. أحيانا بتبقى بعض النوعيات من الصفقات عشان تتحقق بأحسن حاجة وأحسن مصلحة للدولة لازم تحاط بسرية كاملة لغاية لما يتم إتمامها، فده لازم نبقى واخدين بالنا منه. لكن اللي أنا بأكد عليه، هناك إصرار وتوجه من الدولة الاستمرار في برنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من الأصول بتاعت الدولة. أنا بشكر حضراتكم وإلى لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله.